السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الطلبة والطالبات الأعزاء، طلبة الصف الخامس الابتدائي للمدارس العربي والمدارس التجريب اللغات والمدارس اللغات وأولياء أمورهم الكرام، المشاهدين والمتابعين لمنارة العلم English for You، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم English for You. ما زلنا مع بعض في سلسلة حلقات شرح منهج Connect 5 للصف الخامس الابتدائي. وصلنا مع بعض الـ Unit 1 Lesson 5 and 6، واليونت النهاردة ده آخر درس فيه، وهو reading text بعنوان ingredients of بسبوسة، مقادير البسبوسة. هنعرف مع بعض ازاي هنطبخ او هنعمل وصفة البسبوسة، هنعرف مع بعض المقادير بتاعتها، هنعرف مع بعض كلمات جديدة تعلمني لما اجي اتكلم عن طريقة عمل البسبوسة او اعمل جمل عن الموضوع دوت، هتكلم واقول ايه واستخدم الكلمات دي ازاي من خلال main vocabulary جديد بنتعرف عليه، من خلال important prepositions and expressions، من خلال تعبيرات وحروف جر هامة بيعرفها لي عشان أعرف أتكلم. طبعا التكس دوت بينمي في مهارة listening، بإني لما أسمع حاجة في الإنجليش أفهمها، بينمي في مهارة reading إن أنا أعرف أقرأ التكس القدامي، بينمي في مهارة speaking إن أنا أعرف أتحدث عن موضوع معين باستخدام جمل معينة، وبينمي عندي مهارة writing إزاي إن أنا أجاوب على الأسئلة أو أكتب في موضوع معين. يلا مع بعض نشوف الدرس بتاع النهاردة. هنبدأ ونقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، وأنت ستجعل علينا كل صعب سهل بإذن الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا مع بعض على lesson 5 and 6 in unit 1. أول كلمة معانا في المين فوكابلري النهاردة كلمة recipes. recipes اللي هي وصفة الطعام، recipes وصفة الطعام يعني طريقة تحضير أو طريقة عمل حاجة معينة، يقول لك حط إيه على إيه، اضرب إيه، صب إيه، طريقة عمل الوصفة اللي أنا بعملها معناها recipes. recipes يعني وصفة الطعام، تمام؟ طيب lentil soup يعني شوربة عدس، lentil يعني عدس، واحنا قلنا قبل كده ان العدس ده من الليجيومز يعني من البقوليات، lentil soup يعني شوربة العدس. بسبوسة اللي هي البسبوسة اللي هي حاجة شبه الكيكة كده، كلنا طبعا عارفينها، نوع من انواع الديزرت اللي هو الحلويات اسمه بسبوسة، بيتعمل من دقيق السمونينا، وده اللي هنتعرف النهاردة على الانجريدينز بتاعته يعني المقادير بتاعته والطريقة بتاعته. يوجرت اللي هو الزبادي، يوجرت اللي هو الزبادي. شوجر اللي هو السكر، شوجر سكر. كوكونات اللي هو جوز الهند، كوكونات جوز الهند. ألمونز، ألمونز، ألمونز اللي هو اللوز، اللوز معناه ألمونز. هاني اللي هو العسل، هاني اللي هو العسل، هاني اللي هو العسل. فول مدمس اللي هو الفول المدمس، فول مدمس اللي هو الفول المدمس، فول مدمس. سوسبان اللي هو القدر أو الإناء، سوسبان اللي هو القدر أو الإناء. أوفن اللي هو الفرن، أوفن اللي هو الفرن، أوفن اللي هو الفرن. نايف سكينة، نايف سكينة، نايف سكينة، الكي سايلنت. كاب فنجان، كاب فنجان، كاب فنجان. weight out يعني يوزن، weight out يعني يوزن، weight out يعني يوزن، كل مقدار من المقادير اللي انا هستخدمها هوزنه، هيقول لي مثلا حطي كوبايه سمنه، معلقتين سمنه، نص كيلو سمنه، الحاجات دي بوزنها. stuff يعني يحشي، stuff يعني يحشي. baking dish اللي هي صينيه الفرن او طبق الخبيز، يعني اللي هو الصينيه اللي انا بحط فيها الكيكه او البسبوسه او الحاجه واخبزها في الفرن، يبقى baking dish اللي هو صينيه الفرن، جايه من بيك يخبز، يبقى baking يعني خبيز، يعني baking dish يعني صينيه الفرن. كوكتيل جوس اللي هو عصير الكوكتيل، يعني بيبقى عصير مكون من اكتر من نوع فاكهه مش نوع واحد، اناناس على برتقان على تفاح على جوافه على مانجا وهكذا، بيبقى كوكتيل جوس يعني كوكتيل من العصاير، يعني عصير مكون من اكتر من نوع فاكهه. فروت سلاد اللي هو سلطه الفواكه، فروت سلاد اللي هو سلطه الفواكه اللي هي الفواكه بقطعها، مثلا قطعت كيوي على موز على فراوله على برتقان على مانجا، وعملت لهم صوص كده من خليط من العصير ده كله على بعضه، وحليته بالسكر وحطيته مع بعض، بقى اسمها سلطه فواكه، يبقى فروت سلاد اللي هي سلطه الفواكه.
stuffed vegetables يعني خضار محشي. stuffed vegetables يعني خضار محشي. stuff لوحدها يعني يحشي. stuffed vegetables يعني خضار محشي. butter يعني زبد. butter اللي هي الزبدة السمنة يعني. butter اللي هي الزبدة. bake يخبز. bake يخبز. bake يخبز. طيب بعد ما عرفنا الفيرب فوكابلري هنعرف كلمات افعال بتساعدنا لما بنيجي نطهو حاجه بنستخدم الافعال دي. يبقى verbs of cooking اللي هي افعال الطهي. افعال الطهي اللي هي verbs of cooking. mix يعني يخلط. اما اقول لك اخلط كذا على كذا اقول لك mix. mix يعني يخلط. power يعني صب. اقول لك صب. power يعني صب. cut يعني قطع. cut يعني يقطع. cut يعني يقطع. boil يعني يغلي. boil يعني يغلي. boil يعني يغلي. bake يعني يخبز. bake يعني يخبز. bake يعني يخبز. طيب عندي هنا اختصارات لما يقول لي TSP ولما يقول لي TBSP. طيب TSP ده اختصار لكلمة teaspoon معلقة صغيرة معناها معلقة شاي صغيرة. مش معلقة شاي صغيرة يعني انا هروح احط معلقة شاي، انما المعلقة اللي انا بستخدمها للشاي اللي انا بعاير بيها الشاي هي دي المعلقة اللي هستخدمها واحط بيها مثلا حاجة زي البيكنج باودر مثلا. ما بنحتاجش نحطها بكميات كبيرة، بنحطها بمعلقة صغيرة من معالق الشاي. فيقول لي مثلا teaspoon of baking powder يعني معلقة صغيرة من بيكنج باودر. التيبل سبون اللي هي المعلقة الكبيرة اللي احنا بناكل بيها الرز بنشرب بيها الشوربة، المعلقة بتاعت الأكل العادي، فبنقول عليها تيبل سبون اللي هي معلقة كبيرة يعني، أو بنسميها معلقة السفرة. دي اختصارها TBS بي، ونخلي بالنا منهم عشان لما يجوا قدامنا ويتكرروا نبقى فاهمين معناهم. يبقى تي سبون اختصارها تي اس بي، انما تيبل سبون اختصارها تي بي اس بي. طيب تعالوا بقى ناخد اكسترا فوكابلري كلمات اضافيه. هنا عندي تي بي اس بي دي معناها تيبل سبون. تي بي اس بي تيبل سبون معلقة كبيرة، إنما تي اس بي اللي هي تي سبون معلقة صغيرة. سيمونيلا ده نوع من أنواع الدقيق بتاع البسبوسة اللي بنسميه الصميد. السيمونيلا هو الصميد أو دقيق البسبوسة. ميلتد بيتر يعني زبدة مذابة يعني زبدة سايحة. ميلتد بيتر يعني زبدة سايحة. بيكنج باودر اللي هو المسحوق بتاع الخبيز اللي هو بيخلي العجين بتاعي يتنفخ ويخمر يعني، بنسميها ايه بيكنج باودر، بتبقى حاجه عامله زي الخميره كده يبقى بنسميها بيكنج باودر. كوكتيل جوس اللي هو عصير الكوكتيل. كلاس مات اللي هو زميل الدراسه. كلاس مات اللي هو زميل الدراسه. ميكستشر اللي هو خليط او مزيج. سيرب اللي هو شراب او عصير. ليمون جوس اللي هو عصير الليمون. فروت سلاد اللي هو سلطه الفواكه. شير اللي هو يشارك يعني هيتقاسم مع حد الحاجة دي. سيلر اللي هو البائع. بوستر اللي هو الملصق. ديشز اللي هي أطباق. طيب يبقى تاني أهم الكلمات اللي عندي ingredients مكونات أو مقادير. ingredients مكونات. oven اللي هو الفرن. stuffed vegetables خضروات محشية. بسبوسة اللي هو البسبوسة. سيمولينا اللي هو دقيق الصميت. سيرب اللي هو الشراب اللي هو السكر او العسل اللي بعمله للبسبوسة اللي هو بيكون مكون من المية والسكر، ده اسمه سيرب اللي هو الشراب. ريسيبي اللي هي وصفة الطهي. ريسيبي اللي هي وصفة الطهي. ريسيبي وصفة الطهي او طريقة الطهي. طيب اكسترا فوكابلري كلمة different معناها مختلف. different معناها مختلف. sugar يعني سكر. ميكستشر يعني الخليط، الحاجة اللي انت بقى بتخلطها حطيت ايه على ايه اسمه خليط ميكستشر. بريتي يعني جميل. بريتي يعني جميل. صوص بان اللي هو القدر او الاناء الصغير يعني الطاسة اللي انت بتعمل فيها الصوص مثلا او السيرب او كده بنسميها صوص بان يعني قدر او اناء صغير حلة صغيرة يعني. ديش طبق. بيتر اللي هو زبدة. ألموند اللي هو اللوز. ألموند اللي هو اللوز. اللوز نوع من أنواع المكسرات. كوكتيل جوس عصير الكوكتيل اللي هو العصير المكون من أكتر من نوع فاكهة. دايموند اللي هو الماسة. دايموند اللي هو الماسة وبتيجي بمعنى القطعة يعني قطعنا البسبوسة لقطع يعني بتيجي بمعنى برضو إيه قطعة.
بيكنج باودر زي ما اتفقنا اللي هو الخميرة بتاعة الخبز يعني، فروت سلاد اللي هو سلطة الفواكه. طيب يبقى عندي بسبوسة اللي هي البسبوسة، الريسيبي اللي هي وصفة الطعام، الريسيبي اللي هي وصفة الطعام، الانجريدينز اللي هي مكونات الطعام، السيمولينا اللي هو السميد، يوغرت اللي هو الزبادي، شوجر اللي هو السكر، ميلتد باتر اللي هو الزبدة المذابة، بيكنج باودر اللي هو خميرة الخبز، كوكونات اللي هو جوز الهند، ألموندز اللي هو اللوز، تي سبون اللي هو معلقة الشاي أو المعلقة الصغيرة، سيرب اللي هو الشراب المحلى يعني أو السكر المعقود اللي أنا بضيفه على الحلويات اللي أنا بعملها سواء بسبوسة سواء جلاش بيسميها سيرب، تيبل سبون اللي هي معلقة الطعام أو المعلقة الكبيرة، لينتل سوب اللي هو الشوربة بتاعت العدس، ستافد فيجيتابلز اللي هو المحشي، أوفن اللي هو الفرن، باي هاند يعني بالإيد بقلب بالإيد، ميكستشر اللي هو خليط، نايف سكينة، دايموند شيب اللي هو شكل ماسي يعني قطعت البسبوسة على شكله ايه قطع كده واخدة الشكل بتاع الدايموند، بريتي اللي هو جميل، بريتي اللي هو جميل، ليمون جوس عصير ليمون، صوص بان اللي هو الطاسة. طيب بعد ما خلصنا الفوكابلري عايزين نشوف بقى مع بعض الفيربس اللي عندي هنا والتصريف بتاعها. طبعا الفيربس في منها الريجولر فيربس اللي هي الافعال العاديه اللي احنا عارفين القاعده بتاعتها اللي هو الفعل العادي خالص بضيفه في الاخر اي دي، لو منتهي باي بضيف له دي بس، لو منتهي بواي ببص على الحرف اللي قبل الواي، لو الحرف اللي قبل الواي كان فاول زي الاي او الاي او الاي او الاو او اليو زي كلمه بلاي ساعتها بخلي الواي زي ما هي واضيف اي دي، لو الحرف اللي قبل الواي كان ساكن اللي هي جميع حروف اللغه الانجليزيه ما عدا الفاولز زي كلمه ستادي ساعتها بقلب الواي دي لآي ثم أضيف الإي دي. دي القاعدة بتاعت الريجولر فيربس لما باجي أجيب الباست منها. أما الريجولر فيربس اللي هي الأفعال الشاذة ودي ملهاش قاعدة بحفظها زي ما هي لأن كل فعل تصريفه بيكون مختلف عن الفعل التاني. طب تعالوا نطبق الكلام ده. كلمة turn on يعني شغل، لما أقول turn on the oven يعني شغل الفرن، turn on يعني شغل بيبقى الباست منها turned on، turn on يعني شغل بقت turned on، wait out اللي هو يزن او يوزن بقت waited out، mix اللي هو يخلط بقت mixed، bake اللي هو يخبز بقت baked، melt اللي هو يدوب حاجة او يسيح حاجة بقت melted، power اللي هو يصب بقت powered، share اللي هو يشارك بقت shared، add اللي هو يضيف بقت added. طب الregular verbs اللي ملهاش قاعدة احفظها زي ما هي زي take out، take بقت took يبقى take out اللي هو يخرج بقت took out، make اللي هو يصنع بقت made. طيب نشوف برضو من كتاب تاني عشان نجمع الافعال اكتر. كلمة cook يطبخ بقت cooked، bake يخبز بقت baked، wait اللي هو يزن بقت waited، mix يخلط بقت mixed، melt يذيب بقت melted، power يصب بقت powered، boil يغلي بقت boiled، share يشارك بقت shared. انما الريجولر اللي هو الشاذ اللي لازم احفظه زي ما هو make يصنع بقت made، put يضع بقت put زي ما هي، take ياخذ بقت took، cut يقطع بقت cut زي ما هي، think يفكر بقت thought، find يجد بقت found. يبقى cook cooked، bake baked، turn on turned on، wait out waited out، mix mixed، add added، power powered، boil boiled، share shared. مهم ان انا ابقى عارفه تصريفها وابقى عارفه معناها عشان لو جات لي في جمله او وانا بجاوب في سؤال او بكتب باراجراف اتبع الزمن المفروض ان انا اتبعه واصرف الفعل في الزمن المناسب سواء انا بكتب في البريزنت او بكتب في الباست. الماضي من الريجولر فيربس زي put بقى put، make بقى made، take out بقى took out، cut بقى cut. يبقى cook cooked، need اللي هو يحتاج بقت needed، bake يخبز بقت baked، talk يتحدث بقت talked، make يصنع بقت made، find يجد بقت found، think يفكر بقت thought، draw يرسم بقت drew، tell يخبر بقت told،
learn يتعلم بقت learned. زي ما احنا شايفين كده لمينا كل الافعال من معظم الكتب الموجودة عشان نلم بكل الافعال الموجودة ميبقاش فيه حاجة مش موجودة. طيب هنا important expressions and propositions تعبيرات وحروف جر هامة. بقول turn on يعني يشغل, turn off يعني يطفي, انما turn on يعني يولع او يشغل. for 30 minutes يعني لمدة 30 دقيقة, for 30 minutes لمدة 30 دقيقة. find out يعني يعرف او يكتشف, find out يعرف او يكتشف. take out يعني يخرج, take out يعني يخرج. share with يتشارك مع, share with يتشارك مع. mix ingredients يعني يخلط المقادير, mix ingredients يعني يخلط المقادير. look pretty يبدو جميلا, look pretty يبدو جميلا. such as مثل, such as مثل. power into يصب فيه. boil for يغلي لمدة. lots of يعني كثيرا من. عندي برضو expressions و propositions من كتاب تاني. كلمة by hand يعني يخلط باليد, يعني by hand يعني باليد. power into يعني بيصب. power over يعني يصب فوق. بس power يعني power لوحديها كلمة يصب, بس power لما تاخد معاها preposition into معناها يصب فيه, بيصب بقى في البيكنج ديش مثلا, في اللي هو الصينية بتاعت الفرن, تمام. انما ما اقول power over يعني يصب على, فاقول مثلا power over the بسبوسة يعني صب فوق البسبوسة اللي هو السيرب يعني, تمام. يبقى كده يصب ايه فوق. يبقى لما اجي اقول يصب فيه يبقى power into, لما اجي اقول يصب فوق يبقى power over. about 10 minutes يعني حوالي 10 دقائق. يبقى turn on يعني يفتح او يشغل, wait out يعني يوزن, on the top of يعني على القمة او اعلى, for about 10 minutes يعني لمدة حوالي 10 دقائق, take out يعني يخرج, it looks pretty يعني تبدو جميلة, by hand باليد, in the oven يعني في الفرن. طبعا زي ما احنا شايفين برضو كل كتاب جايب expressions غير التانية, فلما بجمعهم كده يبقى انا كده اخدت كل expressions وما فيش حاجة نقصاني. طيب تعالوا نشوف بقى الingredients بتاعة البسبوسة. البسبوسة مكوناتها ايه, المقادير بتاعتها. 2 كابس سمولينا, طبعا المفروض ان انا ابقى عارفاها المقادير دي عشان لما يجي يطلب مني باراجراف عن البسبوسة اعرف اكون 4-5 جمل كده مناسبين. طيب 2 كابس سمولينا يعني 2 كوب من دقيق السمولينا او من الدقيق الخاص بالبسبوسة او الصميد بتاع البسبوسة. 1 كاب يوغرت, وواحد من علبة الزبادي. 1/3 كاب شوجر يعني تلت كوب سكر. half cup melted butter ونص كوب من الزبدة. 1 teaspoon baking powder يعني معلقة صغيرة baking powder, بقول عليها 1 teaspoon baking powder يعني معلقة صغيرة من الخميرة بتاعة البيكنج باودر دي. 1 cup coconut وواحد كوب من جوز الهند. almonds ولوز, عشان طبعا نحط في كل البسبوسية لوز, ممكن بدل اللوز دوت نحط فول سوداني, ممكن نحط فستق, ممكن نحط بندق, اي مكسرات بقى انتوا عايزينها, ممكن ما نحطش حاجة. هو في الكتاب هنا ذكر لي almonds. طيب سيرب اللي هو الشراب السكر العسل بتاعها اللي انا بعمله, وبعدين قال لي 3/4 cup water يعني 3/4 كوباية مية, يعني الكوباية ناقصة ربعها كده. 2 تيبل سبون هاني يعني 2 معلقة كبيرة من العسل. طيب تعالوا بقى نشوف التكست بيقول لي بقى ازاي هعمل البسبوسة, بيقول لي الطريقة بتاعتها وبيقول لي ايه. طبعا زي ما احنا متفقين بنقرأ الاول التكست اللي عندي وبعد كده بنترجمه, عشان واحنا بنقرأ كده هننمي مهارة الريدنج, واللي بيسمعنا هيتنمى عنده مهارة الليسننج بحيث ان انا افهم انجليزي لما اسمعه ولما اقرأه افهمه, وبعد كده هنبتدي ان احنا نترجم اكتر عشان اي سؤال يجي لنا على التكست دوت نعرف نحله. نخلي بالنا واحنا بنقرا التكست ده قوي من البانكتويشن بتاعته, لان بيجيب لي جمل منه ويقول لي اعملي بانكتويت, فاخلي بالي بقى حطيت الكوما امتى, حطيت الكابيتال ليتر امتى, حطيت امتى نقطه, حطيت امتى كويستشن مارك, وهكذا. دي حاجه. تاني حاجه اخلي بالي برده من الاكسبريشنز اللي جت وحروف الجر وترتيب الجمل, عشان لما يجي يطلب مني ان انا اعمل ري اوردر للجمل هو بيجيبها لي من التكست بالظبط.
طيب كمان ايه الخطوات بتاعت البسبوسة؟ ممكن يجيب لي كده خطوتين ثلاثة منها ويطلب مني ان انا ارتبهم، ايه اللي بيتعمل قبل ايه؟ فلازم ابقى عارفة الخطوات بتاعت البسبوسة. كمان ابقى محضرة في دماغي خمس جمل كده عن البسبوسة عشان لو جات لي في باراجراف اعرف اكتبها صح. ده كله بستخرجه منين؟ بستخرجه من التكست اللي هو بيديهولي، يعني بالظبط كأنه درس قراءة وبيجيب لي عليه اسئلة، فنخلي بالنا قوي من التكست اللي معانا. طيب يلا نشوف التكست بيقول ايه. Number one, we cook lots of different things such as lentil soup, full medamis and stuffed vegetables. My favorite thing to bake is basbousa. This is how you make it. First, you need to turn your oven on to get it hot. Then, wait out the ingredients. Then, you mix the semolina, coconut sugar and melted butter. You should mix these ingredients by hand. I love doing this. Then you add the yogurt and pour the mixture into a baking dish. Number three, you can use a knife to make diamond shapes on top of the basbousa. Put an almond on each diamond. It looks really pretty. Bake the basbousa in the oven for 30 minutes. Number four, make the syrup. Put the honey, water and lemon juice into a saucepan. Boil the mixture for about 10 minutes. Number 5, take it out of the oven. Then pour the syrup over the basbousa. Cut the basbousa and share it with your family. طيب احنا كده خلصنا القراءة ومن خلالها نمينا مهارة الريدنج ومهارة الليسننج للناس اللي بتسمع معانا. طيب تعالوا بقى نبتدي نفهم ونترجم كده. التكست بيقول لي ايه؟ اول حاجة بيقول لي we cook lots of different things such as lentil soup, full medamis and stuffed vegetables. يعني نحن نقوم بطهي الكثير من الاشياء المختلفة مثل lentil soup شوربة العدس, full medamis الفول المدمس and stuffed vegetables والخضروات المحشية المحشي. يعني my favorite thing to bake is basbousa. الشيء المفضل عندي ان انا اخبزه هو البسبوسة. This is how you make it. وانا دلوقتي هقول لك الطريقة بتاعت عملها او هقول لك ازاي تعمل بسبوسة. Number 2 بيقول first, اولا you need to turn your oven on to get it hot. عايزين نروح نشغل الفرن عشان يسخن. ما ينفعش احط صينية البسبوسة في الفرن من غير ما يسخن, هتصمد مني وتنشف وما تبقاش كويسة. لازم ان انا اظبط الفرن على درجة حرارة يعني معينة, بتكون وسط مش عالية قوي ومش واطية قوي, بتكون وسط عشان تسوي لي البسبوسة بسرعة وتطلع البسبوسة معايا طرية وكويسة. Then wait out the ingredients. بعد كده هنبتدي نوزن بقى المقادير, نشوف احنا عايزين ايه من كل حاجة. ايه هناخده بالكوباية, ايه هناخده بالنص كيلو, ايه هناخده بالمعلقة الصغيرة, ايه هناخده بالمعلقة الكبيرة. هعمل وزن للingredients بتاعتي, للمكونات والمقادير بتاعتي. Then you mix the semolina, coconut sugar and melted butter. بعد كده هنخلط دقيق السيمولينا ده وجوز الهند والسكر والزبدة السايحة. You should mix these ingredients by hand. مش هنقلبهم بمضرب وكده, او حتى بعد ما نقلبهم بمضرب المفروض ان احنا نقلبهم بايدينا عشان نتأكد من ان الخليط بقى تجانس كده ودخل في بعضه وبقت الحاجات كلها في بعضيها. I love doing this. اللي بيحكي لنا التكست او اللي بيقرأ التكست بيقول ان هو بيحب يعمل كده قوي. Then you add the yogurt and pour the mixture into a baking dish. بعد ما خلطنا المقادير كلها على بعضيها اللي هي السيمولينا مع الكوكونات مع الشجر مع الميلتد بيتر, عايزنا بعد كده نحط علبة الزبادي ونضرب ده كله في بعضه ونروح صبينه في صينية الخبيز او الصينية اللي هندخلها الفرن. يعني Number 3, you can use a knife to make diamond shapes on top of the basbousa. ممكن نستخدم السكينة بإننا نقطع الصينية بتاعت البسبوسة الأشكال بقى, ممكن نعملها سبعات كده زي ما بنقطع البيتزا, ممكن نعملها مربعات, نعملها أشكال زي ما احنا عايزين. Put an almond on each diamond. بيقول لي بقى حط لوزاية بقى في إيه, في قلب كل واحدة كده. It looks really pretty. شكلها بيبقى جميل. Bake the basbousa in the oven for 30 minutes. هنخبز البسبوسة دي في الفرن لمدة 30 دقيقة. Number 4, make the syrup.
put the honey water and lemon juice into a saucepan. عايزين بقى نعمل الصوص بتاع السكر اللي احنا هنسقيها بيه او العسل بتاع البسبوسة. بنعمله ازاي؟ بان احنا بنحط هاني عسل ووتر ومية وليمون جوس وعصير ليمون، بنحطهم في طاسة كده او حلة صغيرة على النار. boil the mixture for about 10 minutes وهنخلي الخليط دوت يغلي لمدة 10 دقايق. take it out of the oven. بعد بقى ما عملت السكر والبسبوسة كانت بتتخبز لمدة 30 دقيقة، خلاص بقى الوقت بتاعها خلص، هبتدي اطلعها من الفرن. يبقى take it out of the oven، يبقى طلعتها من الفرن. then pour the syrup over the بسبوسة، بعدين هصب العسل على البسبوسة. cut the بسبوسة and share it with your family، ابتدي بقى قطع البسبوسة ووزعها بقى عليك انت والعيلة بتاعتك، اشتركوا فيها يعني وايه، وكلوها بالهنا والشفا. اوكي طيب، هنا كتاب بيت باي بيت بيعمل لي حاجه حلوه قوي، بيعمل لي ملخص للدرس. بيقول لي study the following، بيلخصه لي على هيئه جمل كده تبتدي تفكرني بالدرس، فالموضوع حلو جدا. عشان كده كل اللي سالني اجيب كتب خارجيه ايه، كل كتاب خارجي فيه فكره، كل كتاب خارجي فيه تمرين بطريقه معينه، كل كتاب خارجي بيضيف لنا معلومه حلوه، فكلهم حلوين. فاي كتاب هتمشي منه هينمي مهارتك. احنا هنا في الفيديوز بنحاول نجمع كل المعلومات وكل الاسئله الموجوده في معظم الكتب الخارجيه ونحلها مع بعض عشان نلم كل الافكار الموجوده في كل كتاب. ولكن الى حد ما افضل ثلاث كتب، افضل ثلاث كتب بالترتيب كده: المعاصر، الباهر، قطر الندى. المعاصر طبعا كتاب شامل، كتاب جميل جدا جدا جدا. كتاب الباهر كتاب منظم، ورقه احلى، الاضاءه بتاعته كده والكتابه منوره، ويعني بتفتح نفس الطفل كده، الوانه زاهيه وجميله. كتاب قطر الندى يعني في مستوى الطفل المتوسط والضعيف يعني يقدر يمشي فيه، لان المعاصر والباهر اعلى شويه. فالثلاث كتب دولت هايلين هايلين هايلين، اي كتاب منهم ممتاز. اي كتاب تاني، كل كتاب فيه ميزه، زي ما بقول لكم بيت باي بيت ده عامل ملخص اهو ورا كل درس، ده حاجه ممتازه جدا. فكل كتاب بيدي فكره معينه، فخلاص بقى على حسب ما المدرس بتاعك ماشي في المدرسه بكتاب معين هاته، وكل الكتب جميله يعني. واحنا هنا على القناه بنحاول ان احنا نجمع الافكار الموجودة في أكتر من كتاب خارجي. طيب تعالوا نشوف بقى الجزء بتاع التلخيص ده اللي هو study the following. بيقول أول حاجة my favorite thing to bake is بسبوسة، أفضل شيء بحب أخبزه هو البسبوسة. ومن خلال الستادي بتاع الفولوينج ده أنا ممكن أكتب باراجراف لو جه سألني عن البسبوسة، أنا ممكن أحفظ ترتيب الجملة بحيث إن هو ممكن يجيب لي ترتيب للجمل، يجيب لي جملة متلخبطة وعايز يرتبها، فغالبا بتيجي من الكلام ده، فبيسهل علي الموضوع كتير في حل الأسئلة. يبقى number one my favorite thing to bake is بسبوسة، أفضل شيء أحب أخبزه هو البسبوسة. number two first you need to turn your oven to on to get it hot، أول حاجة أنت محتاج إن أنت تشغل الفرن عشان تسخنه. number three you should mix these ingredients by hand، المفروض المكونات بتاعة البسبوسة دي هتخلطها مع بعضيها وتقلبها بإيدك. then you add the yogurt and pour the mixture into a baking dish، بعدين هتضيف الزبادي وترجع تقلب المزيج كله وتصبه بقى في طبق أو في صينية للخبيز يعني في الفرن. you can use a knife to make diamond shapes on top on the بسبوسة، يمكنك استخدام السكين لعمل أشكال على شكل ماسة فوق البسبوسة اللي هو السبعات والثمانيات اللي احنا بنعملها دي. put an almond on each diamond، يعني هنحط حبة لوز على كل قطعة احنا قطعناها. bake the بسبوسة in the oven for 30 minutes، هنخبز صينية البسبوسة دي في الفرن لمدة حوالي 30 دقيقة. number 8 boil the mixture for about 10 minutes، اغلي المزيج لمدة 10 دقايق اللي هو المزيج بتاع السيرب بقى اللي هو الهاني على الووتر على الليمون جوس. وبعدين then pour the syrup over the بسبوسة، وبعدين هنصب الشربات دوت على البسبوسة بعد ما نخرجها من الفرن. cut the بسبوسة and share it with your family، هنبتدي نقطعها وناكلها مع العيلة بتاعتنا. يا ريت بعد الدرس ده مامي كده تاخد البنوتة او الولد ويخشوا يعملوا مع بعض صينية بسبوسة، بحيث ان احنا ايه نثبت عنده المعلومة بتاعة الدرس. طيب answer the following questions، اسئلة طبعا على
التكست اللي احنا قريناه. طبعا هو في الامتحان ما بيجيب ليش التكست ده كله مع بعض، ممكن يجيب لي جملتين منه ويعملهم لي كقطعه ويجيب لي عليها اسئله ما بين اسئله اللي هو الترو والفولس والاسئله بتاعه answer the questions. هنا بيقول لي how can you mix the ingredients of بسبوسه، ازاي بتخلط المقادير بتاعه البسبوسه. طبعا هو قال لي by hand، بايديك قلب المقادير دي كلها مع بعضيها بايديك عشان تضمن انها تدخل في ايه، في بعضيها وتتجانس. قال لي what are the ingredients of the syrup، يعني ايه هي مكونات الشربات او العسل اللي احنا عملناه. طبعا كان honey water and lemon juice، كان العسل والمية وعصير الليمون. طيب هنا بيقول لي برضو read and complete the sentences using words from the box، اقرأ واكمل الجمل بكلمات من المربع. جايب لي سمولينا اللي هو صميد البسبوسة او دقيق البسبوسة، جايب لي نايف يعني سكينة، فورك يعني شوكة، واوفن يعني الفرن. بيقول لي اول حاجة هنا turn on the A to bake cakes، بنولع ايه او بنشغل ايه عشان عايزين نعمل صينية كيكة يعني، او ان احنا نكبس الكيك. طبعا the oven يعني الفرن، turn on the oven to bake cakes يعني ولع الفرن عشان تخبز الكيكة. طيب بيقول لي بسبوسة is made from، البسبوسة مصنوعة من ايه؟ ايوة طبعا مصنوعة من السمولينا اللي هو صميد البسبوسة او دقيق البسبوسة. بعد كده بيقول لي you can use a A to cut the cake، احنا بنستخدم ايه عشان نقطع الكيكة. طبعا نايف بنستخدم السكينة عشان نقطع الكيكة. طبعا الاسئله دي كانت من كتاب المعاصر، الاسئله اللي جايه من كتاب قطر الندى. بيقول لي تشيك يور فوكابولري، عايز يتاكد ان انا عرفت معنى الكلمات اللي هو اداها لي. فبيقول لي تشو ذا كوركت انسر فروم اي بي اور سي، اختار الإجابة الصحيحة من الاختيارات اللي عندي A أو B أو C. بيقول لي أول حاجة you can cook your food in the، أنت بتقدر أن أنت تطهو الطعام بتاعك أو تطبخ أكلك على إيه، الكيج القفص، oven الفرن، تلفزيون التلفزيون. طبعا oven إحنا بنطبخ على البوتاجاز وبندخل الأكل بتاعنا الفرن، فهيبقى oven اللي هو الفرن. طب بيقول my favorite drink is، مشروبي المفضل بسبوسة، هي البسبوسة مشروب، البسبوسة dessert، dessert يعني تحلية، فالبسبوسة دي هي نوع من أنواع الديزرت. طيب الفول المدمس طبعا ده فود، هو أكلة أو طعام، يبقى إيه هو الدرينك؟ طبعا الكوكتيل جوس هو الدرينك، يعني عصير الكوكتيل هو ده الحاجة اللي بتتشرب، فهو مشروبه المفضل هو عصير الكوكتيل، يبقى my favorite drink is cocktail juice. طيب number 3 I need a A to cut this bread، أنا محتاج إيه عشان أقطع الرغيف اللي عندي ده، نايف سكينة ولا ديش طبق ولا سبون معلقة. طبعا بنقطع الحاجات بالنايف بالسكينة، يبقى I need a knife to cut this bread. إنما لو كان جايب لي this tree اللي هي الشجرة، طبعا الشجرة ما بقطعهاش بالنايف، ما بقطعهاش بالسكينة، بقطعها بالأكس اللي هو الفاس. فلما نلاقي مثلا كاتب وود أو كاتب تري أختار أكس، إنما لو كاتب أي حاجة من أنواع الأكل طبعا بختار نايف اللي هو السكينة. طيب بيقول listen and write T for true one و F for false one، ودي من كتاب الباهر. بيقول we need salt to make بسبوسة، احنا بنحتاج الملح عشان نعمل البسبوسة. طبعا الكلام ده false خالص، ليه بقى false؟ لان البسبوسة دي it's kind of dessert، هي نوع من انواع التحلية، وبالتالي احنا بنحتاج في التحلية ايه؟ الشجر، السكر، ما بنحتاجش السولت، ما بنحتاجش الملح. فلما يقول لي we need salt to make بسبوسة، لا هو انا بعمل مخلل، انا بعمل حاجة حد أدنى، بعمل حاجة مسكرة، فأنا محتاجة الشجر السكر مش السولت، عشان كده حطيت الإف يعني فولس. طيب نمبر 2 بيقول you need to turn your oven on to get it hot، انت محتاج ان انت تشغل الفرن عشان يسخن. طبعا الكلام ده ترو، عشان لما ادخل البسبوسة ما تنشفش مني وتاخد درجة الحرارة المناسبة ليها، فلازم اكون مسخنة الفرن قبليها السخونية المعقولة، ما يبقاش بارد قوي وما يبقاش حامي قوي، يبقى في درجة حرارة متوسطة. فطبعا ترو فحطيت تي. طيب number 3 we mix the ingredients of بسبوسة by hand، حد بقى مش مذاكر ومش شايف الدرس بس فاهم الجملة، فيقول ايه ده، لا ما ينفعش نخلط المكونات بالايد، هعملها غلط. لا احنا بنخلط في المكونات بالايد لما بنيجي نعجن حاجة او نعمل حاجة عشان نتأكد ان الخليط كله تجانس ودخل في بعضه، فلازم ان احنا بنخلطها مع بعضيها بالايد. يبقى هقول له الكلام ده true، لما يقول لي we mix the ingredients of بسبوسة by hand يبقى true، وحطيت الحرف T.
طيب في هنا بقى برضو بوستر كده عن المانجا، ممكن يجيب لي جدا في الامتحان باراجراف يقول لي اكتبي مثلا جمل كده عن المانجا. واغلبيتنا يعني ان ما كانش 99.9 منا بيحب المانجو، يعني كلنا بنحب المانجا. طيب لو حبيت اكتب مثلا باراجراف عن المانجا اقول له ايه؟ هقول له مانجوز جرو ان ايجيبت، يعني مصر بنزرع فيها المانجا. We can make a lot of drinks and dishes with it. احنا ممكن نعمل اطباق كتير ومشروبات كتير من المانجا دي. We can make delicious mango juice or cocktail juice. احنا ممكن ان احنا نعمل منها عصير المانجا اللذيذ او عصير كوكتيل. We can also make a fruit salad and a mango cake. احنا كمان نقدر ان احنا نعمل منها سلطة فواكه او نعمل منها كيكة المانجا. اخلي بالي جدا من قطع زي كده، ممكن يجيبها لي في الامتحان ويجيب لي عليها اسئله ترو فورس واسئله مقاليه عليها، او ممكن يجيبها لي كقطعه اكمل ويشيل لي كلمات ويحط لي كلمات في البوكس ويقول لي كمليها، او ممكن يجيب صوره زي كده ويقول لي اكتبي باراجراف عن المانجو. فحاجه زي كده يعني من التلات جمل دول تيجي عليهم اكتر من سؤال، ممكن تيجي في التشوز، ممكن تيجي في الري اوردر، ممكن تيجي في الماتش. فنخلي بالنا من الجملتين دول نفهمهم كده ويا ريت نحفظهم، لانهم هيسهلوا علينا لو جيت طلب منا باراجراف او حاجه. يبقى هقول مانجوز جرو ان ايجيبت، يعني المانجا تزرع في مصر. وي كان ميك ا لوت اوف درينكس اند ديشز ويز ات، احنا ممكن نعمل مشروبات واطباق كتير جدا منها. وي كان ميك ديليشس مانجو جوس اور كوكتيل جوس، احنا ممكن نصنع عصير المانجا اللذيذ وكوكتيل المانجا. وي كان اولسو ميك ا فروت سالاد اند ا مانجو كيك، احنا كمان بنعمل منها سلطه الفواكه وكيكه المانجا. بكده احنا خلصنا مع بعض الوحده الاولى بعد ما وصلنا اليونت 1 ليسن 5 و 6. كده احنا خلصنا خالص الوحده الاولى من منهج كونكت 5 للصف الخامس الابتدائي. تابعوني بقى هنحل على الوحده اسئله للمراجعه على الوحده كلها، وهنحل مع بعض اسئله على الدرس 5 و 6 من كتاب الباهر وكتاب قطر الندى وكتاب المعاصر وكتاب بيت باي بيت. فتابعوا معايا كده، وقدامكم مهله ان انتوا تلموا بقى الوحده كلها وتذاكروا وتتابعوا الفيديوز بتاعه الحل وفيديوز الشرح عشان تلموا الوحده كلها. الحمد لله توزيع المنهج في الاول كان قايل ان احنا في شهر اكتوبر لازم نخلص 3 وحدات هنمتحن عليهم، بس الحمد لله الموضوع اتخفف وبقى كده المفروض ان احنا نخلص وحدتين. فاحنا خلاص النهارده هو يعني ما كملناش اول اسبوع من الشهر وخلصنا الوحده تماما، وباذن الله الاسبوع الجاي هنخلص الوحده الثانيه وهيكون عندنا مساحه بقيه الشهر ان احنا نراجع على الوحدات دي ونحل مع بعض اسئله اكتر. تابعوا الفيديوز كلها، روحوا على البلاي ليست وهاتوا البلاي ليست بتاع شرح منهج اللغه الانجليزيه كونكت 5، وتابعوا كل الفيديوز، فيديوز الجرامر وفيديوز شرح الدروس وفيديوز حل الاسئله من كل كتاب خارجي، هتستفادوا كتير جدا. و بإذن الله الأسئلة اللي احنا حليناها مع بعض مش هيخرج براها الامتحان، بل الامتحان هيجي من أسئلة أسهل منها كمان. أي حد بيتابعني أوعده إن هو إن شاء الله بتوفيق ربنا هياخد الفول ماركس. مش عايزين ننسى بقى زي ما احنا اتفقنا رافعين حملة ساعة تؤجر. اي حد استفاد من الفيديو ما ينساش اللايك تحت الفيديو، ما ينساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصله كل اللي نقدمه، ما ينساش ان هو يعمل منشن لصاحبه او صديقه اللي في سنه خمسة اللي كمان محتاج ان هو يستفاد من الشرح من غير ما ياخد درس خصوصي او يدفع اي فلوس وتكون عبء زايد عليه وعلى اسرته. شكرا على حسن الاستماع، كانت معكم منارة العلم English for you with my best wishes. Thank you and goodbye.